السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة بعد غياب طويل. يخرب بيتكم، ما اشتقتوا لي ولا عليكم ما اشتقتوا لي. المهم شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله منيحين، ان شاء الله مبسوطين. اليوم رح نلعب لعبة محاكي الشاحنات ان شاء الله باذن واحد احد، مع انه نحن تغيبنا عليكم تقريبا صار لي اسبوع متغيب في شوية مشاكل حياتية كنا عايشين فيها، فلذلك اليوم رح نلعب محاكي الشاحنات وجاي عبال العب محاكي الشاحنات صراحة، فلذلك قلت خلينا نجربها. وكنت اخر مرة صافي فون ريحت ما بعرف وين حمل، هلا بنشيك على الوضع بنشوف كل اشي ونتيسر. والله خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. والله بنقول ستار للسيارة، بنشغل الميتور بليز فور ستوب. ايوه هي ايوه، الله نتيسر على الطريق ونمشي يا رب العالمين. طبعا مثل ما قلنا لكم اخر مرة الله كريم، بنشتري ديركسيون نصير نشوف عليه. تمام والله فورا شوف بسرعة ركبنا وشغلنا ومشينا. يا الله فخامة اللعبة. طبعا الحمل نحن هلا وين ماخذينه ماني متذكر اخر مرة اخذته انا، بس المهم في عنا المسافة شي 1000 كيلو، يعني ما هي مسافة كبيرة، يعني يمكن 20 دقيقة بنقطعها. الوقت المقدر لها 13 ساعة بس، يعني مقدر وقت الوصول بالليل رح اصل، اخر الليل رح اصل، يعني يكون اول غياب الشمس ودرينا براحتنا بنقدر نقدر نسوق، يعني ما رح نتعب كثير، ما رح نسوق بالليل، فهذا الجميل بالموضوع. اي سنه 120 وماني منتبه 110. تمام ايه، احكوا لنا ايش اخباركم، شلون الدنيا عليكم، شلون هالغيبه اللي غابطين عليكم. اجي على بالكم ننزل لكم فيديو جاي، ننزل لكم هيريزونا ولا هي اللعبه اللي قلت لكم عنها اسمها تروي. والله شفت انا عنها شو اسمه ريات شي ريفيو هات عنها شي خرافي بجد، يعني لعبه نمطها انه انت تجهز جيش وتكون قائد الجيش، تبلش تتحكم بالجيش وتمشي فيه، بس انت قائد فعلي، يعني مو والله انه الله خلاص روح هجموا وانا بضل بالك، لا انت بتقول لهم هجموا من هون هجموا من هون. لعبه جدا خرافيه. ف هاي كانت لا هي والله خربطنا، سكرنا الشباك عليكم اياه، بس لا خلينا نسكره الدنيا صوت كثير عالي. ايش في هون؟ اوف 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 عمال طرق، والله فكرت شرطه يا زلمه بجد يا زلمه. هون بتركيا كل ما تشوف هيك حاجز فورا بتلاقي الشرطه يوقف لك عم ناشب لك هيك بوتشك بدي لك هيك، وبس سوى لك هيك مخالفه مع وجهك ابدا مستحيل، يعني شايف المخالفه مع وجهك من قال لك صف على اليمين. فالشعور سوى فوبيا عندي، يعني بعرف بالنهايه يعني هي مصاري افتراضيه وعندي 341 مليون ان شاء الله يخالفني يخالفني، بس الموضوع يعني شعوريا بس. المهم بنكمل نحكي لكم اخر تطورات واخر الاحداث، نثبت السرعه اي تمام اوف لاين. انا ليش اساس دخلنا بالاونلاين ومطمنين ومتاكدين ومرتاحين وان هلا ننبسط باللعبه مع الشباب، طعجونا حطونا اوف لاين. المهم اليوم شايفين هذا القلم، قصته طويلة جدا جدا، احكي لكم اياها ايش رايكم احنا ماشيين على الطريق. والله هذا القلم قصته خرافية، تعال احكي لكم اياها. والله نحن هيك عم نسوق، بلكي تستمتعوا بالحديث. خلينا نخرب المايك هيك، خلينا نقرب المايك، ما قلنا ندخل بالحيط. المهم نحكي لكم قصة هذا القلم يا شباب. هي من 5 سنين من 5 سنين كان انا عندي سيارة نقل، فلذلك لو قلت لكم على الحادث هذا انه الحاجز هيك انه النواقف، بس شفت النواقف فمثل فوبيا سوى عندي. فسيارة النقل هي متوسطة الحجم، يعني ما هي شحنة كبيرة مثل هي، ولا هي صغيرة يعني بالمرة، متوسطة. فنزلت يوم من الايام قلت بدي اروح اجيب هذا القلم من السياره، تمام،
وكان موجود بالسيارة ونسيانهم قبل بيوم كنت عبكتب فيه، وهذا جبته معي من سوريا. فالمهم نزلت فتحت السيارة طلعت اجيب القلم، اما طلعت عليها وسخة وكانت يوم عطلة مثل اليوم هيك احد، قلت ليش ما اروح اغسلها انظفها هيك اضبطها. طبعا هون على مواسير الغسيل في تركيا عندهم نظام الغسيل مو مثل ما بعرف، احنا كنا بسوريا ما كان هيك نظام الغسيل، كان عندنا مغسلة بتدخل بتعطي السيارة للمغسلة بتقول له اغسلي السيارة وبس. هون مو هيك، لا هون في عندهم هذا النظام موجود للسيارات الشحن ولل مثل ما يقولوا الزازات، يعني هيك قال له روح هيو انا اغسلي سيارتي، انا ما بدي اوسخ حالي وجع راسي انه اغسل سيارتي تمام، بيعطوها للشاب. في هون عندهم نوعين من المغاسل، يعني غير هذاك النوع في نوع كمان موجود اللي هو بتروح انت تغسل سيارتك لحالك في مكانات مخصصة اللي بحكي لكم عليها اللي هي انا رح تغسلت فيها السيارة. وفي نوع تاني اللي هو ماكينة بتشوفوها هون بالالعاب بشكل جدا كبير، تدخل السيارة بقلبه بتوقف وفي مثل هيك هيك شيء خط هيك بيمشي هيك هيك صار هيك بيخسر السيارة او دخلنا بالحيط بيدخل هيك بيدخل شو انا اشرح لكم اياه، بيدخل الموم يدخل هيك السيارة تدخل هيك بضل بيدخل بيطلع بيروح بيرجع وعليه فراشة وبيخسر السيارة. هي للتكاسي اكثر شيء بتستخدم، بس سيارات النقل مثل سيارتي انا سيارة كبيرة هيك الكبار ما بتزبط. وبنفس الوقت هذول المخاصل الكبيرة للسيارات هذول يعني بدي اروح مثل هي السياره مثلا انا راكبها في لها مخازن بس كثير بعيده ما خرج انا اروح لها، بس هي لاني حجمها متوسط يعني ما هي حجمها ضخم كثير. المهم في هون تركيا موجود شيء اسمه مثل بازار او مكان السوق تجمع السوق تمام، بس هون السوق تبع الخضره. شلون بيصير هذا السوق؟ مو انه كل يوم كل يوم فاتح، لا بيجي يوم بالاسبوع كل منطقه في واحد مثلا يجوا بياعين الخضره ببسطوا ببيعوا تمام، باقي ايام الاسبوع بيلموا هدول بصير مثل هو مثل اللي بتقول هنجار كبير مبلط ومغطى ومزبط يعني بس يكون فاضي. فبيجوا هدول جماعه المخاصل بيستثمروا بيركبوا برامات مثل هيك مبخاخات مي بالسقف، يعني بالسقف على الدائر حسب مثلا 6 7 10 شقد بده يحط يحط حسب الحجم كمان، يعني هو ما بياخذ الربع تقريبا لازم ياخذ، لان الباقي لازم يضل مشان مثل كراج السيارات وبيضل بشان بس واحد خلص سيارته غسيل بيقدر ياخذها ينظفها يظبطها يجهزها في اماكن ثانيه اللي بحكي لكم عنها كمان. المهم فدخلنا بهالسياره يا شباب اساس رايحين نغسلها طبعا تمام، وبلشنا نشتغل حطينا طبعا هاي السياره هنيك شو تغسل بتجيب فراطه معك بتحط طيره مثلا، طيب كان وقتها يعني هنا بحكي لكم من 5 سنين كان وقتها بحط ليرة مثلا بتضل شغال بخاخ المي بضل شغال رشاش المي مدة 5 دقائق بتذكر كان هذيك الايام، او مثلا بخاخ صابون مدة 5 دقائق يعني حسب انت اللي الشيء اللي انت محتاجه، مثلا بدك بخاخ صابون تبخ صابون مع 5 دقائق او مثلا بتحط ليرة ثانية بتبخ مي تمام. طبعا عشان بدك تضل ما حد له معك مثلا بتضل 7 ساعات يعني مو 7 ساعات يعني ساعتين ثلاثة ما حد له معك، يعني ما حد يقلك يلا دي خلصنا روح بدنا ندخل بدالك او من هالحكي، يعني هذا اللي ممكن بتشوفه بغير مكان. يعني بتلاقي مغسل عم بحكي لكم عن تبعية التكاسي، يعني مجرد ما انك تتاخر بالطلعه العالم كلها فتبلش تزمر وراك يلا خلص اطلع، اما هون وقف شو بدك ضل. انا وقت ضليت شي 9 ساعتين عم بشتغل بالسياره يعني ما عندي شيء وباركين، قلت نروح نتسلى بتنظيف السياره. بعد ما نظفنا السياره وبركنا مثل ما يقولوا معكناها معك غير شكل، خلصنا تنظيف زبطنا الامور. المهم طالعتها صفيتها ورا في مكان مخصص بشان تنظف سياره من جوا بالكابين تمام، كمان هيك مثل مكست الكهرباء بس كبيره وقويه يعني تشفط كل شيء بالارض. المهم حطينا لكم هالمكنسه وبلشنا نكنس. فخلال الحديث هذا كلياته الارض مبلطه تمام، فيعني مجرد ما واحد يطلع يعني شويه يعطيها شويه بنزين وشويه مازوت للسياره طلع يصير الدولاب صار دولي بيسووا. المهم يا معلم كنا باركين هيك صرت مثل الشفاريه احكي لكم قصص. المهم باركين وهذا هيك عم بيلعب بالسياره هو ولد صغير يعني كاميرا بتذكر بال 17 18 هيك شيء. فصاير الكراج شلون هدول الأول مكان المغسل هاي المحل ما عم بغسل أنا فيها يلي ساكن بتركيا بمدينة غزة تابي يعرفوا هذا البازار اسمه بازار السبت.
تمام. شنو صاير هذا؟ عندهم هون ما يوجعوا راسه مثلا، ما البلدية مثلا بدها تعمل مثل هيك مركز، مثلا مركز خدمي، ما بتروح توجع راسها مثلا بتقول لك خيو نحفر مثلا هاي الأرضية موجودة من هون، ومن الطرف الثاني في شيء ارتفاع متر بننزله من هون نص متر، ومن هيك نرفعه نص متر، فيصير يعني نص متر نص متر، يعني واحد نزل من الطرفين عادي. لا، ما بوجعوا راسهم، خلاص الأرض شنون حط فوق الأرض بلت وخالصي، ما بيحفروا ولا متر ولا حتى يسهلوها، شو الأرض موجودة بيشتغلوا عليها مثل ما هي. يعني لأنه من هين كلهم تعهد ما تعهد، فكنا مخالف $1,300 تمام، بركات فيرسل الحمل طار أجرته. فما يكون منها، فما بيريدوا يصرفوا كتير، عرفت شنون؟ فالمهم يلا حط وامشي. فهذا من طرف، حتى من طرف اللي هو من طرف اليمين، يعني أساس أنه كان يعني ها شوي مثل ما يقول يعني شوي يعني مسواة الأرض في شوية رفعة، ومن الطرف الثاني في ارتفاع متر تمام. فهذا الولد كان عم بيلعب بالنص، وفي درج. أنا دخلت بالسيارة وصرت أنظفها بالمكسة الكهرباء، ما أسمع صوت غير بوف 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 هيك مثل شيء خبط على الأرض، خبط خبط تخبط تخبط تخبط، وبعدين حدا دخل بالحيط. المهم يا سادة يا كرام، أطلع من السيارة أطلع، وإني أشوف هذا الشاب. أنا شلون صرت أقولكم، شلون أوصف لكم إياها؟ يعني نفرض مثلا من هون المدخل تمام، هذا الدرج عم بحكي لكم عليه، أنا هون واقف تمام، جيت طلعت هيك من قدامي على الدرج، شفته هو نزل ومقابلي داخل، أنا قلت هذا الأهبل مر من قدامي دخل من فوق الدرج، دخل هيك ونزل الدرج وطلع المنصف، ورد طلع المنصف الثاني، وفي بعد ما طلع في هنيك يعني بعد ما طلع الرصيف الثاني على الطرف الثاني في مثل كمان جورة نص متر، ونازل بديك النص متر. قلت ما شفت أغبى من هيك ناس، ولد راكع بيلعب سيارة وبيخرب سيارة. المهم فرحنا لعنده لنشوف ايش قصته، ففورا العالم اجتمعت عليه وقلت له فيك شيء ما فيك شيء، وطلع من فيهم بالحديث الحادث اللي صار من كثر ما هو الولد مأسرع في شجرة بالنص قصصها حرفيا قصصها طالع فوقها. فالعالم اجت لعنده قلت لك ايش سويت؟ طبعا هو سيارته كمان سيارة شون لكم اياها فورد ترانسيت تمام، بس صغيرة ما كبيرة كتير. أنا سيارتي كانت من الكبار كتير، يعني كانت طولها 8 متر. فالمهم فجا الشيف قال له، جت العالم اللي عندك اجتمعت، قلت له لك فيك شيء كذا؟ قال له لا تمام تمام تمام، بس صار يبرك يبكي على السيارة. قام فورا هون مجرد ما صار الحادث في كاميرا فوق البناء، فوق محل ما صار الحادث تماما، في إشارة هون في كازي وفوق في إشي في كاميرا، فورا الكاميرا لقطت الوضع تمام، لقطت الحادث. مجرد ما لقطت الحادث فورا الشرطة تجي، ما في 5 دقائق لازم تكون الشرطة موجودة هي وسيارة الإسعاف من دون ما حد يخبر. فعلا 5 دقائق كانت الشرطة موجودة. طبعا هون قبل ما تجي الشرطة فورا سألوا الولد العالم موجودة، قالوا له إنه أنت معك شهادة سواقة؟ قال له لا. قام قال له طيب هلا بس تجي الشرطة ونحن هنشهد معك، شوف الناس يعني إيش قدهم طيبين، يعني شوف على هالموقف اللي صار معه. قال له بس إجت الشرطة بتقول لهم إنه أنا الشوفير راح انهزم، قل لهم عمي وانا من الوجع ما قدرت اتحرك تمام، وانت اتصل حدا من اهلك خليه يجي بسرعه لهون، بينما نحن من بنت الشرطه بنضيع وقت هون لان بده ياخذوا افاداتنا، بده ياخذوا يعني بده ياخذوا نحن شو هذا ايام شفنا وايش اللي صار واذا كان في حدا وكذا من هالحكيات. اما لو طيب ام فورا الشاب اتصل على اهله وجوا من اهله. فانا يعني ما فهمت شيء، هيك يا شباب شلون صار الحادث فهموني. ثم نزل من الدرج هيك وضل ماشي هذا المجنون وما هو عارف يتذكر يكبس فرينك كل هالمسافة شي 100 متر. قال لا ما هو هيك، قال هذا طلع من الطرف الثاني وطلع كان عم بيكبس كتير مازوت، والسيارة هي مو عالية كتير فمثل شو نقولكم اختلت وزنها، وكان طالع هو هيك عم يمشي واختلت وزنها بالزيادة، وهي السيارة كان وقتها يعني ميتورها كتير كبير وحجمها كتير صغير السيارة، فقوة دفعها جدا عالية، فهو معطيها كمان وش طار دخل بالجورة. المهم يا سيدي يا كرام هذا اللي صار، بس طبعا هذا ما له قصة بالدخل القلم، ها طول بالكم، بس هذا عم نحكي لكم نحن هون ايش اللي صار معنا لما رحنا على البازار. قمت المهم رجعت اخذت هالقلم العجيب، قلمي الذي اتكلم عنه الان، رجعنا شغلنا هالسيارة وقلنا نرجع البيت تمام. وانا وراجع على هالبيت، طبعا المسافه بين بيتي والهون تقريبا شيء في مسافه
واحد ونص كيلو تقريبا. تمام. طبعا هنا في اثنين انا قريبات مني، بس انا رحت عن هذا ليش؟ لانه هذا السياره تبعيتي تدخل براحتها، عرفت شلون؟ اما في المكان الثاني صاير يعني هذاك مخصص شوي بدك تقول السيارات الاصغر، لانه اذا دخلت السياره ثلاث ارباعها من ورا ما تتصل عليها الخراطيم المي، فما بروح انا اوجع راسي اروح على هذا لان خراطيمه اكبر ومقربه اكثر، لان السقف تبعها اوطى، عرفت شلون؟ وعصيره السقف يعني اذا ممكن تدخلوا على اللوكيشن تبعي على غازي عنتاب، يعني بس تدخلوا تركيا تدوروا على كلمه غازي عنتاب، بس تكبروا الخريطه وبتدوروا بس محل ما تشوفوا علم تركيا والبازار. يعني هي الميزات جدا جميله بيعملوها بشان الطيارات، وتكون طياره مثلا طايره من فوق او مثلا على القمار الصناعيه بيبين معك علم تركيا. فالمهم المهم حملت حالي طلعت من المكان البازار انا ورايح باتجاه البيت. فشاب أشر لي، فكان موت لكم سيارتين قال تخصص بالنخل بالضيع وهالشغلات هاي. فواحد شاب أشر لي قال لي والله نحن سيارتك طالع يومين عم ندور عليها وما ملاقي غير أتراك عندهم منها، وانت أول مرة بنشوفك سوري. فعلا حتى أني ما يعني عرفوا أنه أنا سوري، يعني حتى لأن كنت عم بحكي وقت على التليفون ووقف على الإشارة يمكن ما يتذكر. المهم فهو عرفني أنه أنا سوري، يعني حتى سيارتي نمرتها تركية ما نمرتها سورية. يعني هون عنا كمان ما بعرف إذا بتعرف هاي المعلومة، كمان السيارة اللي مالكها سوري غير السيارة ونمرتها غير اللي مالكها تركي، يعني مبينة انه هاي السيارة صاحبها تركي وهي السيارة صاحبها سوري. اما انا سيارتي صاحبها تركي مبين عليها مكتوب عليها، بس هي ملكنا الحمد لله. المهم قلت له ايه امرني ايش بدك؟ قال بدنا نروح على مدينة اسمها ماردين. تمام. ماردين ماردين تبعد عن عنتاب تقريبا شي 600 كيلو 700 كيلو ما اتذكر بالضبط. المهم بده يروح على هذيك المدينه. قلت له اه تمام ما في مشكله، اتفقنا على السعر، اتفقنا على كل شيء، واتفقنا على الميعاد اللي هو كان ثاني يوم وثالث يوم ما متذكر. المهم اتفقنا انه بانه هو قلت له شان الاغراض بدك تحملهم شلون؟ قال لي الاغراض بيت بدنا نحملهم، بدنا ننتقل من مدينه لمدينه. البيت مو لي، البيت لعمي ابو خطيبتي، يعني مو عمو ابو مرته او عمو اللزم، لا عمي ابو خطيبتي. ايه قلت له طيب تمام ما في مشكله اتس اوكي. ايش تمرنا ايش ما في امتى بتكون اجيكم؟ قال نحن ما في موجودين عنا ناس كثير عشان نتحمل، نحن راح نحمل لانه نحن الموجودين راح نحمل حروا معك لانه زول هنيك ونضل. قلت له طيب تمام، قال نحن حنظبط الوضع ونجهزه ونخبرك وتجي لعنا. قلت له طب تمام. المهم بعد يومين خبرني قال لي اذا بتقدر تجينا الساعه 5 الصبح حتى فورا مباشر بنحمل ونمشي. قلت له طيب تمام اتس اوكي. المهم حملت حوالي الساعه 5 الصبح فت من النوم. طبعا انا متون شبعت نوم، رحت لعندهم انا اشلت قلت لا يعني موضوع يعني نص ساعه ساعه بنحملهم شيء، انا هيك متعود يعني ضغطي كله هيك ما بطول اكثر. فانا كنت يوميتها شوي تعبان وجاي الساعه 5 الصبح، نعم جاي 5 الصبح ما يكون يعني شبعان نوم مثل باقي الاوقات. فقام قال لي انه خلاص انت بروح بالسياره ونحن بس نخلص من خط. بقول لك طيب تمام اتس اوكي. رحت برك بالسياره، طبعا سيارتي انا مو كبيره بننام فيها، حتى دراسي نمت بس ما فيها تخت مثل هون مثل هون، لا التخت هو عباره عن الكرسي اللي انا بارك عليه ممكن يصير تخت. تمام. المهم يا شباب حطينا راسنا ونمنا. المهم نمت ساعة ساعة ساعتين بالكثير بفيقني. المهم تسحب لك للساعة 10 الصبح، من الساعة 5 للساعة 10 تقريبا يعني 6 7 8 9 10 5 ساعات تحميل اغراض. وهي ما كانت يعني الحمل كله ما يطلع ربع سيارة. 5 ساعات عم بحملوا الاغراض طلعوا، لأنه ما في غير هدول اثنين تنابل اللي عم بينقلوا اللي هو صهره وأخوها أو ابن حماه أو المهم الصهر وابن حمام، في غير هدول اثنين تنابل عم بينحملوا وهن عم بينزلوا وطلع عم بينزلوا من طابق رابع ما كانوا مجهزين اغراضهم منزلينه على الارض. المهم ما لنا بالطويله انا ما عندي مشكله، المهم شغلنا ومشينا. طبعا انا ايش كنت حاسب حسابي؟ يعني متعود دائما بروح برجع اسافر سيارتي مرتاح بارك براحتي، كرسيني كبير بتمدد بعمل اللي بدي اياه انا وماشي في السياره مثل هاللون مثبت سرعه شو شنو انا ماشي ومثبت السرعه فيها مثبت سرعه بثبت السرعة وبمشي ومرتاح ما في مشكلة. ما أشوف لكم غير يا شباب شي أربع أشخاص بركوا جنبي. لك المشكلة الأربع بركوا وفي منهم أولاد. ولد بركوا جنبي والأمية
وبنت يمكن يا ولد ما بتذكر ابنه ويا ولد 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 اول شيء وبعدين بدل الولد على بنت وفي ولد بحضنها تمام. المهم يا شباب ما ركوا جنبي انا بمشي 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 اقول بس بدي اخلص وانزلهم وارتاح لاني تعبت كتير يعني انا ما نمت نومي مثل العالم والناس بالبيت ولا نمت بالسيارة مثل نومي مثل العالم والناس وراكبين معي ولا يعني لازقين فيني لزوق وانا بحياتي ما انا متعود حتى يعني انا ماشي مثلا واحد يجي بيلزق حوله فيني بقول له بعد عني فما بالك هذا ملزوق فيني ومجبور المشكله مجبور ولا ومن ورا مين طلع ال الصهر العزيز الجديد رح يصير عندهم الصهر طلع من ورا الشباك انا عاوز انزع برك من ورا زبط اموره هو وخطيبته وكان بارك معه يمكن اخوها بارك معه يا بارك ما ماني متذكر. المهم الاب ما كان موجود معنا هاي وجدت لفتكو على اليمين خلينا نلفها. المهم يا شباب خلينا نلف وصلنا لفة الكوع كوع كوع. المهم يا خيو نمشي لكم بالطريق وامشي 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 وصارت الدنيا نار وخصوصا هون في يعني هاي المنطقه الشرقيه انا ما رحت لها اللي هي على الحدود السوريه تمام يعني على الحدود السوريه كلياتها مدينه مردين هي قبل مدينه قامشلي يعني قريبه كثير من العراق يعني انا رايح لها قبل رايح لها على رايح عليها رايح خابو رايح فيها تركيا كلها بالسياره هاي وبعرف شلون الطرقات يعني والدنيا شوب وتكون من الشوب الشمس تضرب على الطريق فيصير مثل سراب. المهم يا سادة يا كرام انا وماشي بهالسيارة تعبت فقلت لهم بدي يعني خلص انا صرت هيك اسوي خيوك انا وراك بالسيارة كنت اسوي غماز رباعي. المهم قلت لهم انا ما خالص وطبعا السيارة مثبتها يعني مثبت الدركسيون مثبت كل شيء بس خاف انه يطلع شيء بمفاجئ بوتشي ما بقدر الحق اكبس فرين او كذا ومعني انا نزلت سرعتي ماشي على 80 يعني كنت ماشي في سرعة جدا منخفضة شغل غماز ونهدي. المهم فهذول ماشيين وصلنا تقريبا عند ماردين. ماردين انا ما دخلت لاول مرة يعني رايح لها بس ماني داخل مدينة ماردين مر من جنب طريق الماردين طريق الخارجي طلع في مكان الى ماردين تدخل عليها تطلع على جبل تطلع 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 جبل حتى تطلع لفوق الجبل. المهم طلعت لكم يا سادة يا كرام على راس الجبل وصلت قلت لهم تفضلوا انزلوا قال لا مو هو الموقع قلت له كان وين الموقع قال الموقع اللي نحن رايحين لعنده قام بعثوا لي على التليفون قام طلع لسبدين كمان 200 كيلومتر امشي بعد مدينة ماردين قلت له الله يصلحكم انا بعرف هالجاية هيك لك لا بعضك ما اجيت لعماش يوميته قلت له بعرف هيك قسما بالله يعني لو ماني نايم وضليت فايق وشفتهم شلون عم بيشتغلوا وعرفت كم شخص جاي معي وعرفت كل هالشغلات هي كنت فورا ركبت السيارة ورجعت مباشرة مستحيل اكمل مستحيل اروح لانه هذا مستحيل ما حرام. المهم قلت يا ابن الحلال عالم فقراء عايفين حالهم يعني لو ما لهم فقراء يعني كان ما سافروا لاخر الدنيا حتى يبركوا يعني مثل ما يروحين يبركوا بأجار ارخص وحياة ارخص والقصص هي. فقلت وبالنهاية نحكي ليتنا لاجئين ايش في 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 يا سيادة البوليس طولوا بالكم يا شباب في حادث هون بس مو مرسبين عندي ايوه يا لطيف والله مرينا له ماكو مشكله له والله يا سيادة الملازم ماكو مشكله له تفكرت انه في مشكله له لو 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 يشلح له قميصه لو لو. المهم هاي نحن طلعنا من هون نكمل طريقنا ونكمل قصتنا. المهم يا سادة يا كرام وصلنا لمدينة ماردين عفوا اسمها مديات تذكرت اسم المدينة اسمها مديات. فوصلنا لمدينة اسمها مديات بعد ماردين نزلنا مدينة مريد وصلنا على مدينة مديات اخوكم بالله ماشي شي 7 ساعات شي 7 ساعات تقريبا كنت عم بمشي بالسيارة تعبان جوعان نعسان كل اشي فيني انا جلد هلا بس يفضوا
ينزلوا بصفي لحالي، بروح اصفي لي بشي كازيه. طبعا هون في شغله كمان كثير حلوه، احلى شيء عندهم يا بتروح عندهم الكازيه الموجودات مثل هيك، لان هي طريق ماشيين طريق دولي تمام او طريق الخارجي تمام، في تدخل مثل تون شفت شلون في هيك كازيه بتدخل عليها تمام، فتدخل الكازيه بس دخلت بقلبها بيجيك فيها كل شيء، كل شيء انت بدك اياه، تواليت، حمام، مكان مثلا مصله، بقلب المصله ممكن تنام تخفى اذا بدك تنام تخفى، في مثلا ماركت للاشياء اللي انت تحتاج لها، مثلا اذا انت مثلا تحتاج لشويه اغراض مثلا اكل مثلا شغلات، واسعارهم كلها عاديه يعني ما انه تقول مثل مثلا تروح على مكان فيه بحر او فيه مثلا كذا او مثل المتعارف عليه شيء اسمه يقول لك اسعار سياحيه، لا اسعارهم كلها ستاندر ما في اي تزويد او اي شيء. يعني لو مثلا انا كنت ماشي بالطريق انا اكثر شيء بستهلك هي المي، لما انا شخص كثير استهلك مي، فكل نص ساعه ساعه بنزل اشتري لتر، فكل ما امشي شوي بنزل على الكازيه بظبط اموري بريح بحرك اجري، يعني لانه بس بضليت برك يعني مثل ما يقول اجريك بتخدر تمام، بتحرك بروح ارجع اطلع دواليب البراغي مثلا هيك بس هيك القي نظره سريعه طلع الشغلات طلع يعني اسوي هيك مثل فتله حول السياره، وبنفس الوقت يعني اريح جسمي ورياضه بنفس الوقت. المهم بنزل بجيب اني دونت مي بشتري بكون بارده شوي بشرب بعبي بعدين ارد اشغل السياره وارد امشي نفس الشيء على هذا الطريق نحن ماشيين. المهم يا معلم قلت هيك انا حاسب حسابي هلا بس هيك بس بالطرق الكازيات بعرف انه ما في ما بيعوا يعني مثل هيك، بس مو مثل هيك كازية صغيرة هلا مثل الاستراحة اللي كنت واقف فيها اول ما مشيت كلهم هيك استراحات كبيرة، هيك كازية صغيرة ما في. فانشلت قلت هلا بس ارجع اروح انا راجع على الطريق بس استلم الطريق الدولي اطلع فيه بصف وبنام لي شي ساعة ساعتين واصلي واريح جسمي، بس بدي اكل لانه بالطريق ما في اكل، يعني هنيك على الكازيات ما بيعوا اكل بس بيعوا بسكويت كولا موالح مثلا الشغلات هاي بيعوك اياها. المهم يا شباب بس هون عندما قلت لهم تمام انا بدي اطلع، طبعا هون الحديث كان داير بيناتهم عم بيدور الحديث بين العائله الكريمه انه ضل لا بدي اروح ضل بدي اروح، انا ما اهتميت لاني رحت اكلت ورجعت، فلما رحت اكلت ورجعت فهدول فورا فضوا، فلما فضوا يقولوا لي خلاص خليك معنا تغدى وهيك، قلت له لا اجي انتوا يا دوب عم بتلاقوا اكلكم عم تاكلوا حلوا عني ايش كنت غدوني. المهم قلت له الله يكرمكم والله يرزقكم والله يعطيكم العافيه والله يجزيكم من خير وما بدي اغلبكم، وبتعرفوا انتم من هالعواطف الفاضيه والبارده. ووصلنا لمكان التفريغ، ما راح اكمل لكم ايش اللي صار معي وقصه القلم اللي كنا عم نحكي عليها، راح نفرغ البضحيمه ولي هون ورح اكمل لكم اياها اذا بدكم اكمل لكم قصه الرجعه، لان البومباستيك بالرجعه مو بالروح، هذا كله ولا شيء، كله هذا حكيت لكم اياه ولا شيء ابدا، لان قصه القلم بتبلش بالرجعه. فاذا بدكم بتحبوا انه احكي لكم عليها فيلا بسرعه اعملوا لنا لايك وسبسكرايب واكتبوا لي امتى بدكم الحلقه الجايه تكون، انا يوم طبعا مو بكره اكيد 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 مو بكره، طبعا اختاروا يوم بالاسبوع الجاي، وانا بفضل انه يكون يوم احد نعمل لكم يوم السبت دائما محاكي المزرعه، يوم الاحد نعمل لكم اياه محاكي الشاحنات، وبما اني انا كنت اشتغل بالشحن وبلكي هيك الله كريم يرزقنا نشتري دركسيون، نحكي لكم القصص اللي كانت تصير معي اللي جدا بومباستيكيه، يعني كل قصه اكثر يعني هي قصه يعني لسه ما حكيت لكم على قصه بورصه ومره قصه ازمير ومره قصه اسطنبول ومره قصه انطاكيا أبو ليش هاد ما أحمل تمام، ونحكي لكم عن باقي القصص إن شاء الله بالفيديو الجاي، رح يكون هون صرنا نهاية الفيديو، الفيديو صار طويل. إذا بدكم أحد جاي بحكمل لكم قصة سيارة الشحن أو القصة اللي أنا جاي مع هذا مع الشاب اللي أجا معي السهر العزيز، رح أحكي لكم المواقف الطرافية الطريفة اللي صارت معنا، لأن كان هو بالرجعة البومباستيكية جدا صارت، والشغلات اللي يعني مثل ما يقولوا الريستنج يعني او الممتعه صارت بالرجعه. فلذلك خلينا ننهي الفيديو لهون، انتظرونا ان شاء الله بالفيديو الجاي يوم الاحد الجاي، اهم شيء تحط لي لايك وتكتب لي تحت التعليقات كمل لي القصه حتى اعرف انه انتم اهتميتوا بالقصه لهي الموضوع هذا، ونصير نضل دائما نحكي لكم قصص
عن الشاحنات وقصص الطرقات وقصص كثير عندي، 5 سنين من حياتي وانا بشتغل على الطرقات. هلا بس كنا وصلنا نهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.